اعتبرنا أنه هذا هدف مركزي. تحت نداء لبيك يا نصر الله، ميليشيا حزب الله تعلن استهداف قاعدة غاليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية، فماذا نعرف عن تلك القاعدة ولماذا تشكل الهدف الأول في قائمة أهداف الحزب؟ في أواخر شهر أغسطس في العام الحالي أطال حسن نصر الله الحديث في كلمة له حول كيفية رد الحزب على اغتيال القيادي فؤاد شكر، وقال آنذاك بصراحة إن قاعدة غاليلوت كانت ضمن المواقع المستهدفة، حيث تعتبر تلك القاعدة هدفاً رئيسياً للحزب كونها مقراً موساد، إلى جانب أنها قاعدة الوحدة 8200 الاستخباراتية، وهي قاعدة ارتبط اسمها بشكل كبير بعملية اغتيال فؤاد شكر وبتفجير أجهزة البيجر في لبنان بحسب رويترز، التي ذكر تقريرها أن الوحدة 8200 انخرطت في الجانب الفني لزرع المواد المتفجرة في الأجهزة. غاليلوت التي تقع في ضواحي تل أبيب وتحديداً على بعد 1500 متر منها، يفصل بينها وبين الحدود اللبنانية الإسرائيلية 110 كيلومترات، وتعد مطبخ العمليات الاستخباراتية في إسرائيل، حيث تضم مركزاً كبيراً للعمليات السبرانية إلى جانب احتوائها على قاعدة استخباراتية لجمع المعلومات وتحليل البيانات، مع الإشارة إلى وجود قاعدة الوحدة 8200 التي تعرف بأنها عين الجيش الإسرائيلي. كما يتم في مقر القاعدة إدارة شبكات التجسس والعمل على تجنيد العملاء، وهو ما يعطي القاعدة أهمية كبيرة في إسرائيل، كما يضعها أيضاً في قائمة أولويات الحزب الذي يسعى إلى استهدافها.